العنوان المباشرة او الدايركت ادريسنج مود. الدايركت ادريسنج مود اللي هو ثالث نوع من انواع الادريسنج مود او طرق العنوانة. ماشي، ايه يا عم الحاج؟ بيقول يا ان التعليمة بتكون برضو عبارة عن تو بايز. ماشي، عبارة عن كلمتين. الكلمة الأولى هي عبارة عن الأوف كود بتاع التعليمة، والكلمة التانية هو عنوان المعامل اللي هتشتغل عليه. ماشي، يبقى خلي بالكم في الفوري اللي بيتم في الفوري إن هي برضو عبارة عن تو بايز. الأول هو شفرة التعليمة والتاني المعامل نفسه، انما في العنوان المباشرة برضو 2 بايتس. الاول الاوف كود او شفرة التعليمة، و التاني المعامل البايت التاني هو عنوان المعامل. خلاص، فعشان كده احنا عطينا الايه، عطينا المثالين الجمال دول. هو لود نفس الكلام اهو، لود 50 ولود 50، لكن الاول مكتوب بالاميديت والتاني مكتوب بالدايركت. فهنلاحظ ايه التفسير بقى، التعليمة دي تفسير التعليمة اللي هي بالفوري دي، حمل الخمسين في الاكيوميليتر. خلاص، عارف ان المجمع ده هيروح له الرقم 50. طيب في الدايركت حمل محتويات الخمسين، يعني هيروح المكان رقم 50، رقم 50 المكان اللي رقم 50 ماشي اللي في الذاكرة، ويحمل ايه محتويات. اذا في الحالة الاولى انا عارف الخمسين هتروح للاكيميليتر، لكن في الحالة الثانية انا مش عارف محتويات الخمسين. ايه هي محتويات الخمسين؟ ممكن تكون 10، ممكن تكون 20، وهكذا. فبتروح للايه، للاكيميليتر. هو ده الفرق بين الايه، هو ده الفرق بين التعليمتين. يبقى في الحالة الاولى وهي استخدام طريقة العنوان الفورية، فإن معنى التعليمة لود 50 هي تحميل الرقم 50 مباشرة إلى المرقم، ماشي، أو المجمع. بينما في الحالة الثانية وهي استخدام طريقة العنوان المباشرة، فمعنى التعليمة لود 50 هي تحميل محتويات العنوان 50 إلى الإيه؟ إلى المرقم. ده اللي إحنا إيه؟ ده اللي إحنا قلناه. وده زي ما قلنا هو اتقاد برضو، زي ما عرفنا في اللود برضو. اهم حاجة التعليمة يكون مكتوب قدامها طريقة العنوانة اللي مكتوبة بيها. فلود 10 ولود 10 تحتها، قصدي اد 10 واد 10 تحتها برضو، لكن اد 10 بيقول لي خلي بالك دي مكتوبة بطريقة العنوانة الضمنية الفورية، بينما الاد 10 اللي هي التعليمة التانية هي الدايركت او الايه المباشر. وبالتالي في الاولى كأنه ايه، كأنه بيقول له اجمع الرقم 10 الى محتويات المرقم او محتويات الايه المجمع، بينما في الطريقه الثانيه بيقول له روح لللوكيشن رقم 10، روح للمكان رقم 10 وهات محتوياته واجمعه على الايه، على المرقم. وادي الكلام الايه اللي احنا قلنا عليه في الكلام ده كله. خلاص، طبعا في حاجات لا يمكن ان انا اكتبها بالايه، اكتبها بطرق عنوانه مختلفه، منها مثلا استا 20 او اللي هي الامر التخزين. فبقول له خزن محتويات اللوكيشن، خزن محتويات المرقم في الادرس لوكيشن او المكان العنوانه رقم ايه، رقم 20. خلاص، يعني هذا الامر بتخزين محتويات المرقم في العنوان 20، وهذا الامر، شوف الكلمتين الجمال، وهذا الامر لا يمكن استخدام طريقه العنوانه الايه، طريقه العنوانه الفوريه، وهكذا. خلاص، وده اللي احنا بنسميه السايكل بتاعي او الشغل الطرق العنوانة المباشرة. بتحتاج 3 MBU، اول MBU في البحث، وتاني MBU واتنين MBU في عملية التنفيذ. تعالى كده نشوف اول MBU في البحث، او اول وحدة زمنية من وحدات المعالج في البحث، بيفهم خلاص التعليمة، عارف ان التعليمة دي اد لود بطريقة الايه، بالطريقة الدايركت. خلاص، بيبدأ ينفذها، يعني بيروح للمكان اللي هيجيب منه الاوبرند او المعامل بتاعه، عشان هو بالتالي بيروح الذاكرة، بيروح ايه مرتين، مرة عشان يجيب التعليم، مرة عشان يجيب فعلا التعليم، والمرة التانية عشان يجيب محتوى المكان اللي فيه الاوبرند اللي هيبدأ ينفذ عليه. خلاص، واحنا نتوقف عند هذا القدر، وان شاء الله نكمل فيما ايه، فيما بعد، وهكذا. خلاص، نشوفكم بخير بإذن الله، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله.